يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من الترند. عندنا كواليس وأخبار كتيرة النهاردة، سواء على الصعيد المحلي العالمي، وتحديدا كمان آخر كواليس الأهلي قبل مباراته اليوم أمام المقاولون العرب في أولى مباريات مستر بيتسو موسيماني المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي. كلام كتير هيكون بخصوص هذه المباراة وآخر استعدادات وتحركات الفريق قبل انطلاق مباراة اليوم تحديدا. لكن في البداية مستنيين تفاعل حضراتكم معنا على صفحات قناة الأهلي المختلفة على السوشيال ميديا، فيسبوك تويتر وإنستجرام. وسؤال الحلقة: توقعاتك للتشكيل الأول لموسيماني مع الأهلي في مباراة اليوم أمام مقاولون العرب، وهي مباراة غاية في الصعوبة، نتمنى فيها كل التوفيق للنادي الأهلي. وهنتكلم عن المباراة بالتفاصيل. قبل ما أتكلم في كل تفاصيل حلقة اليوم، خلينا نشوف أهم وأبرز عناوين الحلقة. يلا بينا. في ترند الأهلي الليلة: الأهلي يلاقي المقاولون في الظهور الأول لموسيماني. كمان في ترند الأهلي: مؤمن زكريا يشارك في الإعلان عن الزي الجديد للمنتخب. أما في الترند العالمي اليوم: مباراة بين ليفربول وأستون فيلا بنكهة مصرية. طيب خليني أتكلم شوية عن بعض المباريات في مختلف الدوريات حول العالم، ونشوف ايه مباريات اليوم تحديدا. نبتدي بالدوري المصري. النهارضه الاتحاد هيلعب طلائع الجيش ضمن مباريات الجوله رقم 31 الساعه 5:30، والمباراه بتاعه بالليل مباراه الاهلي والمقاولون، المباراه اللي بتهمنا بكل تاكيد هتكون الساعه 8 في استاد القاهره. نروح للدوري الانجليزي. الدوري الانجليزي في النهارده عدد من المباريات: ليستر سيتي مع ويست هام يونايتد، مباراه انتهت 3-0، كانت ابتدت الساعه 1 الظهر، في نفس التوقيت كانت مباراه ساوثهامبتون وويست بروميتش ألبيون، وانتهى بفوز ساوثهامبتون بنتيجة 2-0، واستمرار لغياب أحمد حجازي عن المباريات، ممكن ما يكونش جاهز بنسبة 100% بعد عودته من الإصابة. في مباراتين كمان انتهوا من لحظات قليلة، وهي مباراتي أرسنال مع شيفيلد يونايتد. فوز أرسنال بنتيجة 2-1، أهداف ساكا وبيبي، صلاحهم بلرين طبعا الظهير الأيمن لفريق أرسنال، في ظل تواجد محمد النني كعنصر أساسي في هذه المباراة، ما اتغيرش ولعب 90 دقيقة وأدى مباراة جيدة جدا. بنشيد جدا بمحمد النني، أحد العناصر المميزة اللي رفع اسم مصر عاليا في الحقيقة. ويلفرهامبتون كمان لعب في نفس التوقيت مع فولهام وكسب 1-0 بهدف نيتو. في مباراة أخرى هتبتدي كمان تلت ساعة بعد دلوقتي، مانشستر يونايتد وتوتنهام، وهي قمة الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي. وأيضا مباراة بالليل الساعة 8:15 ما بين أستون فيلا وليفربول، مباراة تهمنا جدا لأن أستون فيلا بيضم تريزيجيه المحمدي وليفربول بيضم نجمنا المصري محمد صلاح، فهيبقى في حجم متابعة لهذه المباراة رغم إن هي في توقيت مباراة الأهلي والمقاولين، فبالتالي ممكن ما تبقاش متابعة كبيرة في كل الأحوال. الدوري الأسباني في مباريات أخرى: أوساسونا فاز على سيلتا فيجو 2-0، ديبورتيفو ألافيز لعب مع أتلتيكو بلباو، مباراة كانت الساعة 2، وفي مباراة أخرى في هذه اللحظات ما بين ريال مدريد وأليفانتي، متقدم ريال مدريد بهدف لفينوسوس جونيور، والساعة 6:30 قادش مع غرناطة، وأيضا الساعة 9 برشلونة مع إشبيلية. وكمان الدوري الايطالي في بعض المباريات: اتلانتا مع كالياري، دي مباراه انتهت كانت الساعه 12:30 ظهرا 5-2 لاتلانتا، ومباراه كانت غايه في الاثاره ما بين لاتسيو وانتر ميلان، وانتهى بتعادل الايجابي 1-1 في مباراه شهدت طرد لكل لاعب في كل فريق. وايضا مباراه بارما مع هيلاس فيرونا انتهت بفوز بارما 1-0، بينيفينتو مع بولونيا 1-0 لفريق بينيفينتو، والساعه 6 مباراه ميلان وسبيزا، والساعة 9:15 مباراة يوفنتوس ونابولي. عندي كمان بعض الأرقام اللي بتخص مباراة اليوم ما بين الأهلي والمقاولون العرب هنتكلم فيها بتفاصيل أكتر، بس أروح لفاصل الأول وبعد فاصل نرجع نكمل. يلا بينا.